النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تشكلت حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتأثرت العديد من مناطق المملكة بهذه الحالة، وتكاثرت الغيوم الركامية الرعدية في العديد من المناطق. تركزت في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية، وامتدت بشكل محدود نحو المنطقة الوسطى والجنوبية. هطلت على إثر كما ذكرنا زخات من الأمطار ترافقت مع تساقط لحبات البرد. نبدأ نشرتنا كالعادة باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، وهي عودة الاستقرار على الطقس اعتبارا من يوم الأحد، واستمرار للطقس البارد نسبيا، وفرصة لتشكل الضباب بشكل يومي في بعض مناطق المملكة خلال ساعات الصباح الباكرة. ننتقل الآن لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات كبيرة من الغيوم في المنطقة الشرقية والشمالية. كانت عبارة عن غيوم ركامية رعدية ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي. هطلت زخات غزيرة من الأمطار في تلك المناطق، امتدت لاحقا نحو المنطقة الوسطى والجنوبية، حيث شملت أيضا بعض الأحياء من العاصمة عمان. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، حيث يلاحظ استمرار للطقس البارد نسبيا يوم السبت. درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تستمر أقل من معدلاتها يوم الأحد، لكن اعتبارا من يوم الاثنين ترتفع قليلا درجات الحرارة مع استمرار للطقس المستقر، وتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن يبقى الطقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار. تنخفض ليلا ليكون الطقس بارد إلا شديد البرودة ورطبا بشكل عام، يتشكل على إثره الضباب خاصة في المنطقة الشرقية ومنطقة السهول خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر بشكل يومي طيلة الأسبوع الحالي. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يبدأ الطقس يميل للاستقرار تدريجيا، لكن تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات من الأمطار خاصة خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، 8 درجات مئوية فقط متوقعة. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأحد يعود الطقس للاستقرار 14 إلى 8 درجات مئوية، يوم الاثنين يبقى الطقس مستقر ترتفع قليلا درجات الحرارة 16 درجة مئوية في حرارة عظمى الصغرى 10 درجات، يوم الثلاثاء 17 إلى 11 مع استمرار للطقس المستقر. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.